اعتذر انا. ولا يهمك، لما بنخلص من الحوار المسلم بفترة البريك ممكن تحكي بعد إذنك لو سمحت. طيب أستاذ هدوء، أستاذ هدوء قال بده يجاوب. اتفضل أستاذ حماس غزة، يعني حماس غزة وهدوء، ما شاء الله كل هالضجيج وهدوء. تفضل أستاذ مرحبا، هدوء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي. أهلا. أنت سؤالك إنه شو هو التوحيد؟ ما معنى ما كلمة معنى توحيد؟ التوحيد؟ يعني تفسيره، بدك ما تفسير. معناها؟ ما معناها؟ التفسير بيكون للقرآن، نعم، التوحيد إنك أنت وقت توحد. والشرح بيكون للسنة، لكن نعم باللغة معنى، معاني. تمام؟ أنا أطلب منك أن تقول لي ما معنى كلمة توحيد في اللغة العربية. تفضل. توحيد يعني انك انت عم توحد رب العالمين، انك انت عم تآمن برب العالمين، عم تآمن عم انه وحد رب الله العالمين؟ واحد في ذاته وصفاته وافعاله. لحظة لحظة، عم وحد رب العالمين؟ عم توحد رب العالمين انه الله واحد، يعني رب لا العالمين، شريك له. يعني اللي فهمته منك يعني رب العالمين كان مشتتا بين الآلهة، ووحدته جمعته بإله واحد. ما حد قال هذا الحكي، ما حد قال انت الحكي، عم كل بتقول ما عم قلت. توحد يا اخي، انت فهمان شو بتقول؟ لا، انت أنت قلت عم لي تآمن، توحد رب العالمين. أنت عم تآمن بأنه رب العالمين واحد، لا شريك له. توحيد، كلمة توحيد باللغة. انا ما قلت لك اعطيني اسلام. قبل الاسلام، قبل القرآن، كانت اللغة العربية متداولة ومفهومة. شو يعني توحيد باللغة؟ أنت بدك تفسير لكلمة توحيد. التفسير بيكون للقرآن. أنا بدي معنى كلمة توحيد باللغة. معنى كلمة توحيد باللغة أنك أنت عم تآمن بأن الله وحده لا شريك له. باللغة مو بالدين أخي، باللغة. حسبي الله ونعم لك باللغة ولا بالدين؟ ما هي نفسها، الوكيل. باللغة ولا لا، بالدين. اللغة غير الدين أخي، اللغة العربية. يعني أنا مثلا شفتوا يا إخوان؟ وحدت البلاد، وحدت الفرق، وحدت الكتب، وحدت طيب، التليفونات، وحدت هيك باللغة مو بالقرآن، مو توحيد بالدين. الآراء، توحيد الأفكار، توحيد القبائل، توحيد الأقطار، توحيد العملات، توحيد يا رجل شبك، لغة عربية عم نحكي. طيب، أنا أعطيتك تفسير، إيه هذا أعطيني أنت شرح؟ تفسيرك هذا شو هو شرح توحيد. مو تفسيري، باللغة. توحيد إجت من جذر كلمة وحدة. طيب باللغة أنت شو وحد ممكن؟ أي جعل الأشياء شيئا واحد، مثل ما قالوا المشركين لمحمد بالقرآن، جعل الآلهة إلها واحد. بس هذا شرك، هلا شوف، خليني أقول لك شيء. هذا شرك. خليني أقول لك شيء. هلا أنا الصراحة، هلا أنا أول شيء عمري 19 سنة، أول مرة بحياتي بحكي. يعني أنا الحمد لله يعني بصلي وكل شيء، بس أول مرة بحياتي بتناقش مع حدا بالدين. أنت بتصلي هدوء؟ إيه بصلي بأي اتجاه؟ باتجاه القبلة، الكعبة. شو في بالقبلة؟ في كعبة صح؟ صح. صلاتك تنقبل إذا صليت باتجاه ألمانيا؟ لا إذا صليت باتجاه مصر؟ لا إذا صليت باتجاه سوريا؟ لا. هلا طيب، ليش؟ انا بدي اسالك سؤال. خليك معي، ليش؟ ليش انت عم تصلي على الله الكعبة؟ موجود في كل مكان ولا الله محدود بمكان واحد؟ لا، هلا هذا امر من دين الاسلام انه تصلي في القبلة. أنا فاهمك إنه هذا أمر من الله بالقرآن، وحيثما تكونوا فولوا وجوهكم شطر البيت الحرام، نعم صح؟ نعم حلو. الآن هل الله موجود في كل مكان ولا موجود في مكان واحد بس؟ في كل مكان. طب ليه أنت عم بتصلي باتجاه الحجر الأسود؟
لأنه رب العالمين ما قال ولوا وجوهكم انت يعني شطري في أي انت عم مكان، بتصلي قال لمين؟ في يعني انت المسجد بتصلي الحرام. لمين؟ انت بتصلي لمين؟ أنا بصلي لرب العالمين، بس رب يعني العالمين اذا ما قال، صليت يعني انت بس بتصلي رب لرب العالمين. العالمين؟ هدوء، انت بتصلي لرب العالمين. طب اذا صليت باتجاه مصر انت عم بتصلي لرب العالمين كمان ولا لا؟ لا، لا، يعني رب الله محصور العالمين شغل، بالكعبة، بس شغلة، رب العالمين، يعني رب العالمين محصور جوا الكعبة. لا رب العالمين موجود في كل مكان مثل ما قلت، بس طيب رب العالمين، يعني رب انت العالمين وين ما انت بأي اتجاه كان صليت لازم رب العالمين يقبل صلاتك، صح؟ هلا عنا انه انت النية، مو انما الاعمال بالنيات. اذا ما كنت بتعرف القبلة في شو دين دخل الاسلام، القبلة بالنص؟ هلا انا عم اذا ما بصلي للقبلة ولا بصلي لالله؟ انت ما تصلي القبلة، بس ممكن بعد اذنك احكي، انت رب العالمين، انت قلت بلسانك رب العالمين موجود في كل مكان، ولكن هو بذاته رب بالقرآن العالمين لا، امرك في انه بالقرآن تجي لا، على لا القبلة. بالقرآن لا، الله محدود بالقرآن، عنده مكان محدود بمكان وزمان وين؟ بالقرآن. عندك قرآن بالبيت؟ رب العالمين في كل مكان. عندك قرآن يا هدوء؟ نعم عندي قرآن. هاتوا. دقيقة عن إذنك. تفضل خذ وقتك، خليني اطلع لك رقم الصفحة مشان ما تتعذب. حسبنا الله ونعم الوكيل. ضاع إسلامنا، سمعته ومكانته في أسواق النخاسة الفكرية. ضاع ضاع، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يصطفل فيكم يا كفار يا متنورين، الله يصطفل فيكم يا ملحدين يا نصارى، الله يصطفل فيكم يا لا أدريين ولا يا دينيين، كل منكم انتم السبب. ضاع اسلامنا، قيمته ومكانته وسمعته ضاع. تفضل حبيبي، جبت القرآن؟ افتح لي صفحة 312. تمام. اقرأ لي الآية رقم 5. له ما في السماوات وما في الأرض. الخمسة، خمسة، خمسة، خمسة. دائما دائما أخي، دائما رقم الآية بيجي بآخر الآية مش بأولها. يعني لما بتشوف رقم 5 اقرأها من الأول. أوكي. بدايته الرحمن. الرحمن على العرش استوى. وين العرش؟ في السماء السابعة، صح؟ نعم. وين الرحمن؟ على العرش، صح؟ نعم. يعني إله مكان. ولكنه يرى كل شيء أنا ويعلم ما عم كل أسأل شيء. عن الرؤية يا أخي، أنا نعم. كمان الآن، أنا الآن عن طريق جوجل إيرث أرى كل بقعة من بقاع الأرض، ما في نعم. مشكلة. أنا الآن لا أسأل عن يرى ولا يسمع، أنا أسأل عن ذاته. وين هو موجود؟ على العرش، صح؟ في السماء السابعة، نعم. صح؟ يعني له مكان، نعم. ومكانه فوق السماء السابعة. نعم. لكن طب بس شلون بتقول لي هو في كل في مكان؟ شغلة، هلا أنت عم تقول القبلة، هو حدد خليك إنه معي الآن، نعم. أنا ليش جبت لك هي الآية؟ لأنه قلت لي الله في كل مكان، صح؟ صح. طلع الله وين؟ وين الله؟
على العرش بالسماء، في سابع سماء. بالسماء صح؟ يعني هو موجود بالسماء مو بكل مكان، نعم صح؟ نعم برافو. طب انت طيب لما بتدعي، لما بتدعي لوين تنظر؟ إلى السماء. تقول يا رب اغفر لي، يا رب ارزقني، يا رب، صح؟ صح. بتطلع للسماء، نعم يعني ما بتطلع على الكعبة. نعم أنا ما قلت لك غير هذا الحكي، بس أنت عم من اهدى وقتنا بس، عم نحكي اهدى قبلة. شوي 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 شوي، بنوصل لنتيجة أنا وأنت. أوكي. يعني أنت لما بتدعي لله أها. ويكون عندك حاجة، ما بتتوجه للكعبة يا رب، بتعمل هيك يا رب، صح؟ لا، بتوجه للكعبة، بتوجه للقبلة وبدي أوجه للسماء. شلون بتوجه للقبلة بدير وجهي للسماء؟ شلون زبطت معك هاي؟ يعني أنا والله ما فيني مثلا أحط الكعبة بظهري القبلة يعني انت وأرفع لما رأسي بتدعي، للسماء لما وأدعي. بتدعي، انت لما بتدعي بتدعي باتجاه الكعبة كمان؟ نعم. مين قال لك هذا الحكي؟ منين جبته؟ يا أخي إذا هذا الشيء منين مو جبته؟ صح، ما يعني انت حيكون غلط، يعني الله ما موجود حيكون غلط. بالكعبة ولا موجود على السماء؟ انا بدنا نفهم، نعم، لا الله أنا بقول موجود لك، بالسماء ولا بالكعبة؟ أنا ما عامل لك بدعي للكعبة، أنا بدي الله، أنا الله وين بسوي موجود؟ انت وين بتتوجه له؟ الله وين موجود؟ أنا عم أتوجه للسماء، ما عامل لك، ما أتوجه وين للسماء، موجود؟ ما الله بخلي وين الكعبة موجود؟ بظهري. الله وين موجود؟ في السماء يعني مو بالكعبة. مو بالكعبة، ولكن يعني أنا ما انت بتتوجه بدعائك لمين؟ إلى الله. الله، يعني أها. الله في السماء. ليش تتوجه للكعبة؟ يا أخي أنا عامل لك بتوجه إلى السماء، ليه بتتوجه؟ لا انت عم بتقول تتوجه للكعبة، ليه ولكن بصلاتك تتوجه للكعبة؟ هاي من السنة. انت بتعبد مين؟ لا، انت بتعبد مين؟ نحن من السنة عنا ايه إنك بس تتوجه بتعبد مين؟ للكعبة انت مو وترفع بتعبد رأسك الله؟ للسماء. انت مو بتعبد الله؟ نعم صح؟ الصلاة نعم عبادة، صح؟ عبادتك لازم لله، تتوجه إلى الله، صح؟ نعم ولكن هذا بيت الله ليه عم الحرام، تتوجه؟ أنت وقت يعني تصلي. يعني هذا بيته لله؟ نعم يعني بيجي بصيف هون وبشتي فوق؟ أنت مالك عرفان شو هو بيت الله الحرام مالك عرفان. شو هو طيب بيت الله أسألك سؤال، الحرام؟ أنت وقت بتصلي على القبلة، عندك قبلة محددة؟ لا أنا ما عندي قبلة محددة، الله موجود في كل مكان عندي أنا كمسيحي، لأن الله روح، ما هو مثل عندك أنت، هذا هو الله، هذا هو الله عندك أنت، عنده إيدين يمين وإجر وحدة، 5 أصابع، وموجود في مكان واحد. طيب أنت قلت بتصلي بأي قبلة، بأي اتجاه وقت أنا ما صلاتك؟ عندي قبلة، أنا ما عندي قبلة، لأن إلهي موجود في كل مكان، مو مثل إلهك محدود. لا، أنت قلت لي إلهك موجود في كل مكان، مش هيك أنت عم تقول في السماء على العرش استوى. أنا عم أقول لك لهذا إلهك إلك، شو هو أنت إلهك؟ المسلم مو أنا، شو إلهك؟ أنت المسلم مو أنا، إلهي أنا. إلهي قال لي لازم أنزلك من الجست. شكرا على مجيئك حبيبي، لا حول ولا قوة إلا بالبيتنجان. طيب يا جماعة الخير، أرجوكم، فقط اللي عنده معرفة بالدين، أنا ماني مثل الشيوخ والدعاة بطالع حتى مكاسب، اللي بس اللي عنده معرفة بالدين أرجوكم اكتب لي طلعني، اللي عنده معرفة بالدين لو سمحتم. طيب تعال يا محمد جبارين، تفضل يا محمد جبارين، أهلا وسهلا فيك. دكتور سامعني؟ إذا واحد بيدخل على بيت الثاني ضيف، إيش بيبدأ؟
يبدأ السلام عليكم. وعليكم السلام. شايف؟ الأدب قبل الدين والأخلاق قبل الدين، صح؟ ماشي دكتور، وعليكم السلام ورحمة الله على وبركاته يا ابن الكرام. أهلا وسهلا، تفضل. عندك جواب على سؤالنا؟ على راسي. انت بتحكي عن التوحيد. شو هو التوحيد التوحيد لغة؟ التوحيد الربوية توحيد شو؟ هو توحيد هو لحظة لحظة، الربوية هو توحيد الله شو الربوية؟ استنى شوي، شو هي الربوية؟ الربوية الإله الربداوية؟ شو هي؟ الربوي الربوية هو توحيد شو الله يعني؟ شو بأفعاله من لحظة لحظة الخالق لحظة والرزق. طب لحظة اسمح لي، انت ما يا تسمحش لحد محمد، يحكي دكتور، شو هي ربوية؟ تفضل. شو ربوية؟ أنا محتاج أفهم شو ربوية. توحيد الربوية، الربوية الربوية، يعني شو الربوية؟ يعني الإله الرب الواحد ما له غير. قصدك هسه هو الربوبية يا جبارين؟ طيب المهم، قصدك طيب بس توحيد ماشي الربوبية؟ ماشي 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 على راسي دكتور، تفضل. لحظة لحظة، هو مش قصة على راسك أو على راسي، من عقلك ومن عقلي. تفضل. يعني من توحيد عقل. الربوبية، هي أقسام التوحيد طيب هو باللغة بالدين الإسلامي. اسمعني، أقسى. هي أقسام طيب التوحيد ماشي بالدين الإسلامي. أنا صح. سؤالي واضح، أعطيني معنى كلمة توحيد طيب باللغة العربية. طيب لأنه طيب ليش يا هو محمد جبارين؟ خليني أشرح لك. لأنه عم تعطيك اياها باللغة العربية. أقسام التوحيد إجت دخيلة على الإسلام بعد 800 سنة من موت النبي. يعني النبي ما كان بيعرف طيب أقسام طيب التوحيد، الصحابة ما كانوا بيعرفوا أقسام التوحيد، التابعين ما كانوا بيعرفوا أقسام التوحيد، تابعي التابعين ما كانوا بيعرفوا أقسام التوحيد، لحتى يجي ابن تيمية بعد 800 سنة ويقول لك أقسام التوحيد: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. يا رجل أعقل طيب وتوكل. أنا أسألك ما معنى كلمة توحيد باللغة العربية؟ أنا لا أسأل عن طيب أقسام التوحيد الذي جاء بها ابن تيمية. فهمت؟ لا هاي ما جاش فيها ابن تيمية. بدنا نعطيك طب هسه، أتحداك بدك انا مش تثبت انت لي. سألت؟ اسمع يلا انا اسمع، أتحداك وأتحدى كل المسلمين قاطبة على وجه المسكونة، حدا يجيب لي من لسان محمد أو الصحابة أقسام التوحيد. تفضل. بتسمعني؟ ممكن هو التوحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء هذا ما عم بيفهم، والإماتة هذا ما عم ونحوه بيفهم، ذلك. هذا ما عم بيفهم، مش بدك أنت ما معنى التوحيد. هذا ما عم بيفهم. بيرجع بيذكر لي أقسام التوحيد حسب شيخ الإسلام ابن تيمية. هو ما فهمان شو عم يقرأ، هو عم ينقل بس ما عم يفهم شو عم يحكي. يا أخي أنت المسلم الموحد مو أنا، ده أجي أعلمك التوحيد أنا الكافر؟ أنت المسلم الموحد مو أنا، أنا ده أجي أعلمك دينك؟ هزلت. بقول له لا تعطيني أقسام التوحيد حسب شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا بدك تعطيني أقسام التوحيد أعطيني إياها من لسان محمد، من لسان الصحابة، من لسان الله. برجع بنطل لي لابن تيمية بعد 800 سنة. يعني 800 سنة الله ورسوله والصحابة والتابعين وتابعي التابعين ما بيعرفوا أقسام التوحيد، لا يجي ابن تيمية يعلم الله ورسوله أقسام التوحيد. يا رجل في شي عندكم؟ في شي؟ سام خليل. طبعا حبيبي، تفضل ممكن تطلع، ليش لا؟ تفضل استاذ سام، اهلا وسهلا فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن الكرام.
يعطيك العافية للنقاش الحلو كتير هذا. مشكلتنا نحن كمسلمين هي انه نحن ما عم نفهم ديننا صح، مو فاهمين ديننا صح. نحن فاهمين ديننا فقط هيك، جانا نصب عراسنا دخل جوا وما فهمنا بالأساس، ما بنعرف شو معنى ديننا بالأساس، انفرض علينا فرض. وأنا بحكيها كمسلم، يعني أنا إنسان مسلم بقول هذا الشيء من بي 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 بكل وعي، انه نحن انفرض علينا ديننا فرض، خدوا تعلموا هذا الدين هيك مثل ما اجى. ليش؟ ما عندي جواب، ما عندي جواب. طيب ليش؟ ليش ما عندك جواب؟ انا انسان مسلم بدي اعرف شو ليش. انا الصلاة مثلا، الصلاة شو هي؟ الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلي. لا، ما راح صلي كما رأيتموني اصلي. الصلاة لها معنى باللغة. صوموا مثل ما هيك خبرناكم. لا، الصيام ما نو اني انا امتنع عن الاكل والشرب. هاي هي شوف ليش حبيبي الأساسية. اخي سام، انا اسف اذا قاطعتك، بس بدي اكد النقطه تبعك من لسان رسول الله. شوف ليش نحن ما كنا، وحضراتكم لازلتم ما بتعرفوا الاسلام. ليش؟ الحديث اجا بصحيح ابي داود، المحدث الامام الالباني، حديث حسن صحيح، وورد في صحيح الجامع كمان للإمام الألباني، الراوي أبو هريرة، حديث صحيح. شو قال رسول الله؟ مروا، يعني أمروا، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني أنا وأنت، أنا لما كنت مسلم وأنت، أخذنا الدين بالعصاي. بالضبط بالضبط، ما اخذناه بالفهم. طيب مروا، خلينا نجي نناقشهم بعقلهم. مروا اولادكم بالصلاه. طيب تعال ارجع على اللغه العربيه اللي هي اساس الدين. شو معنى الصلاه؟ شو معنى الصلاه؟ خليني اشرح لي معنى الصلاه بعدين امرني بالصلاه. اشرح لي معنى كلمه صلاه، ما انا ديني عربي. اشرح لي معنى كلمه صلاه بعدين. عشان ما نبعد يا أستاذ سام عن موضوع البس، هو موضوع البس، ما معنى كلمة توحيد باللغة العربية؟ كلمة توحيد أنا يعني أنا حسب فهمي وحسب ما قريت عنها، يعني نفي جميع الآلهة وصب في إله واحد. توحيد الآلهة، يعني توحيد حتى الآلهة. القريشيين قالوا له الآلهة وصب بإله واحد. برافو عليك. حتى القريشيين قالوا له وجعل الآلهة إلها واحدا. بالضبط، نفي وجمع. كمل أسد حبيبي واحد. خليني أخذ بريك. يلا خذ صاروخ. المشكلة وقت المسلم بيطلع يا أخسام تسأله ما معنى كلمة توحيد، بيرحلك فورا لأقوال الإسلام، لتفاسير القرآن. يا أخي بطلب أنا المعنى، هاي هي ما بطلب تفسير القرآن، هاي بطلب هي المعنى. هاي هي المشكلة، إنه خلص ربطوا الدين بتفاسير ناس باللغة. حتى على اللغة، في ناس منا ما كانت عربية، يعني في ناس ما كانت عربية واجت بعد 200 و300 سنة من الدعوة، اجوا او من الدين، اجوا وفسروا وكتبوا على 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 راحتهم. يعني انا عشت بتركيا خمس سنين، الاتراك لما يقرأوا القرآن او الحديث الله وكيلك، ولا 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 له علاقة باللغة العربية. يعني قراءة للكلمات وشرح للكلمات بتغير معانيها كلها كاملة. بالضبط، نعلو أخت اللغة العربية القرآن، لعن أخت اللغة العربية. أو واحد فارسي أو واحد ما بعرف من وين يجي بيكتب أنا تعاليم ديني، بيكون تغير معه. إذا نقطة واحدة بتغير مجرى تاريخ، فكيف واحد ما بالضبط بيغير مجرى حياتي كلياتها؟ ليش بالضبط؟ خربوا اللغة، خربوا اللغة. يعني أنت لما بتجي تقرأ بالقرآن ما له علاقة باللغة طاوي، ما له علاقة باللغة طاوي. يعني بيجوا تقرأ، لما بتجي بتقرأ مثلا الطفل الذين إن هذان لساحران، بتجي بتقرأ طور سنين، ما هي لغة عربية أبدا، بتجي بتقرأ. يعني خربوا اللغة مشان يطلعوا القرآن صح، خربوا اللغة مشان يطلعوا. قل لي صلاة مفروضة عليك الصلاة، تمام. اشرح لي شو معنى الصلاة قبل ما تقول لي مفروضة عليك الصلاة. اشرح لي مو معنى مثلا، أو الصلاة. أنت دين التوحيد، اشرح لي شو معنى كلمة توحيد لحتى تقول لي أنت دين التوحيد. ما يعني ما اشرح لي اول شيء شو معنات كلمه توحيد بعدين قال لي انت دين التوحيد. ما انا صار لي نص ساعه تقريبا متابع البث، اجوبه والله العظيم، بس واحد يطلع. شكرا مارك عزيز. ما بعرف يعني فورا بشوفه بيروح على تعاليم
تعاليم بيجي يحكي لي بشغلات يا اخي، هذا السؤال ما له هيك. راح جلبك جاب لك ابن تيميه اللي وحد الاسماء والصفات واللي وحد الربوبيه واللي وحد عم يحكي لك بعد 800 سنه اجى ابن تيميه وحد بده يطبق لك قول ابن تيميه على سؤاله هو، على سؤال دكتور احمد. لك يا اخي دكتور احمد عم بقول لك ما معنى كلمه توحيد لغويا؟ لغويا باللغه العربيه لغويا، يعني انا بقدر يعني اقول وحدت الفرق، وحدت البلدان، وحدت الآراء. هل كلمة توحيد تعني واحد؟ مستحيل. هل تعني كلمة توحيد الوحدانية؟ مستحيل. مهما دلست ومهما حكيت مستحيل، من سابع المستحيلات. بيلغي عقله المسلم، بيلغي عقله مشان يطالع القرآن صح. ما هذا هي المشكلة، انه نحن انفرض علينا ونصب علينا صب جوا دماغ. وفي واحد كتب بس انت الله ميزك عن سائر مخلوقاته بالعقل اخي سام، يعني انت بالضبط بالضبط هذا 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 اللي هذا اللي كان بدي احكي له. نحن يعني هلا شوف اول شغله من تحت عم يتهموك انت لست مسلم، هي اول شغله. شباب انا ما بفكر بس البس البس تقيد، صار في ريستراكشن في بلاغات على البس، اذا في بعد اذنكم بس هيك يا ريت ندعم شوية تكبيسات بعد اذنكم. تفضلوا حبايبي نكبس ندعم البث بعد اذنكم نسدد الهدف. شكرا لكم مارك، شكرا لك لانا، شكلياتكم شكرا لكم. يعني فورا اتهمك انت مالك مسلم، ما قال لا هذا عم بيفكر عجب طبعا شوف يعني عم يكتبوا لي انت مالك مسلم. لا انا مسلم الحمد لله وفاهم ديني صح حسب عقلي انا، مو حسب عقل حدا تاني. الله عطاني انا عقل لحتى اقعد وفكر بديني، الشيء اللي بشوفه صح بعمل فيه، والشيء بشوفه غلط ما بعمل فيه. لو كون ضد مذهبي وضد اهلي وضد عشيرتي خلص ما انه صح ما راح اعمل فيه. ما انا الله مسلم عطاني عقل فشرت. قول الشهادتين خي، قول الشهادتين مش هيسدوك. يعني انا الله عطاني عقل، ليش العقل اللي عطاني اياه الله عرفت روح نام فيه مع نسوان، بعرف كيف نام مع نسوان. الله عطاني عقل، ليش خلاني ميز الحامض من الحلو؟ بعرف الله عطاني العقل. طيب نفس الشيء العقل اللي جوالي تميز هدول الشغلات فيني انا كمان اعرف الديني، شوف الشغلات الصح وشوف الشغلات الغلط، اعمل انا اللي بدي اياه. انا انسان بصلي بس صلاتي خاصه، ما ضروري اجي وقف وتوجه لمكان معين وابني صلة بيني وبين ربي. لا أنا ببني صلتي بيني وبين ربي وين ما بكون، بتختي قاعد. بس اسمح لي اسمح لي أقول لك، أنا إذا في شغلات غلط يعني أنا لازم أفكر، لأنه أنا بتعامل مع إله ما بتعامل مع شخص. بالضبط. يعني اليوم إذا في شغلات غلط بالقرآن لازم أفكر أنه هذا الدين ممكن يكون مو من عند الله، أو إذا في شغلات غلط بالكتاب المقدس لازم أفكر أنه هذا الدين ممكن يكون مو من عند الله. ما بصير اسلم عقلي ومخي انت لسه هلا كنت عم بتقول لاجدادي مثل ما قالوا لي، مثل ما قرأ الحديث دكتور احمد صح؟ صح. واحد عم يكتب اول مره بشوف مسلم بيعترف انه دينه خطا. حبيبي انا ما بعترف ديني خطا، بالعكس انا بشوف ديني صح وصح كتير، بس انا بشوف ديني من منظوري انا صح، اما من منظور طيب ناس طيب شو هي علي. طب شو هي الشغلات اللي انت شايفها صح بالدين الاسلامي؟ من منظوري انا بقول لك، انا يعني مثلا انا هلا الصيام الصلاه هدول الشغلات انا شايفهم من منظور تاني كليا غير المفروض علي. الصيام والصلاه موجود بكل الاديان غير شيء يعني شيء موجود بشوفهم من نظرتي انا خلص انا انسان هيك شايفهم من نظره تانية غير النظره اللي انفرضت علي انا، غير اللي انكتبت علي انا. فهمت عليك، بس انا بسالك سؤال يعني يمكن اذا فكرت فيه شوي واضح. شو اللي انت شايفه بالاسلام ما انه موجود بغير اديان هو صح؟ هلا الاديان كلها بتصب بنفق واحد، كلها مثل بعض بالاخير بتجي كلها مثل بعض. لا اخي انا اسمح لي اعارضك، لانه الله لا يغير كلامه، مستحيل انه الله يغير كلامه. يعني الله لما اتى لموسى باللوحين، انا بحكي معك حسب مفهومك، بلوحي الشريعه قال لا تقتل، لا تزني، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، لا تشتهي امرأة قريبك، لا تكذب. لما قال هالكلام هذا مستحيل الله يغير كلامه، لأنه موسى ما حط استثناءات. هلا هذا الشيء موجود بالدين الإسلامي كمان؟ لا ما أنه موجود. مين قال لك موجود؟ شو مفهوم الزنا بالنسبة لك؟ مفهوم الزنا لي هو أنك تأخذ مرأة بالغصب، أو تأخذ مرأة بغير عقد زواج، أو تأخذ مرأة بغير عقد زواج مثبت بينك. لا أنا عندي هو الجنة بتاخده غصب، أو تأخذها بغير عقد زواج. يعني عقد الزواج هو
إذا كان تراضي بينك وبين المرأة والمرأة راضية ومانا عم تعمل هذا الشيء بالخفاء، إذا ما نوزنا يعني بدون عقد زواج؟ حتى لو بدون عقد زواج بترضاها أنت على أحد عائلتك بدون عقد زواج حدا ياخذه؟ إذا راضية ما عندي مشكلة، إذا هي راضية ما عندي مشكلة. ما عندك مشكلة؟ لا، إذا هي راضية وخلص من كل عقلة وموافقة ما عندي مشكلة. يعني بنتك أو أختك بترضاها أنه هيك يعملوا إذا كانوا راضيين هنن؟ هلأ إذا هن راضيين بهذا الشيء. إيه هن راضيين، اعتبروا هن راضيين. أنا شو لي علاقة؟ أنا شو لي علاقة؟ أنا مين؟ أنا شو لي علاقة؟ أنا آسف إذا قاطعته لأسد حبيبي، أنا قطعتك بسكر بس استفز لي أفكاري. أخي سام، أخي سام، شو فرق بين الزنا وبين اللي أنت عم بتقوله نكاح بدون عقد؟ هلأ العقد، شوف العقد يمكن نحن هون دخلنا بمغلطة. العقد شو هو العقد؟ العقد هو الإجاب والقبول، صح؟ الاكتتاب هو الإجاب والقبول. هو الإجاب والقبول. ويجب حسب القرآن، حسب القرآن، لحظة، حسب القرآن لازم يأخذ قبول أو أمر ولي أمره. لا يعني هو ما هي حسب القرآن ما في شهود. لا بالقرآن ما في شهود، لكن الزواج بالقرآن، الزواج بالقرآن هو أن يأخذ الإذن من ولي الأمر. وانت عم بتقول انه هي بس ترضى عادي، هذا مثله مثل المتعة. ايما رجل وامرأة، اسمعني دكتور، اسمعني يا سام، اسمعني يا سام، انا كنت مسلم سلفي، تفضل. ايما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاثة ليالي. التوافق هو النكاح والوطئ، الأخذ إذن ولي الأمر هو الزواج. في فرق بين النكاح أي الوطئ أي العلاقة الجنسية وبين الزواج. الزواج لازم يكون بقبول ولي الأمر، مو شرط حسب القرآن. مو شرط، مو شرط. القرآن هيك قال، يعني الله ما بيفهم بأي آية؟ ما يعني ما الله ما بيعرف؟ بيعرف أكيد، بس طب الله هيك قال بأي صورة؟ تعال لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى ما في بالقرآن، ما في شيء اسمه بالقرآن، ما في شيء اسمه شهود. بالقرآن هو فقط أخذ موافقة ولي الأمر، وبالسنة أيضا. بس خليني أطلع لك هاي الآية. الانترنت عندي شوي من الآيباد، بس اسمح لي شوي لحظة. آية قرآنية، أنت ما تصير تتزوج أي فتاة بدون أخذ إذن ولي الأمر. والله هاي الآية ما قريتها، ما مرت علي أبداً، هاي أول مرة بسمع فيها أنه شرط أخذ ولي الأمر شرط. أنا ما بعتقد شرط قرآني، شرط قرآني، بس ثواني خليه. ما بعتقده شرط أبداً. هو شرط قرآني يا أخي، أنت ما قرأت قرآن. ومنكم نستفيد؟ لا والله قاري دكتور، بالعكس. وأنا مدعم، قل لك أنا قاري، يعني أنا بأخذ الشغلات. فبياريت ياريت والله بصحح فكرتي، مو غلط. ما أنا ما إنسان ما بقول حالي عن حالي صح أبدا. لا سورة بالعكس. البقرة ثواني، لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. لا لا لا، ولا تعزموا. بس الآية آية قرآنية واضحة، بس أنا شوي خليني أطلع لك الآية.
ايه اكيد اكيد راح اتعلم، ليش لا؟ اللي عم يقول لي سام تعلم من الدكتور، اكيد اكيد انا بستفاد من العالم كله، ما بقول حال عني مليون بالمية صح، بتعلم بالعكس، يا ريت والله. بتعلم ولي الشرف بتعلم من اي واحد، دكتور ولا عامل ولا شو ما كان، بالعكس الانسان لاخر ثانيه بحياته يتعلم. انت مسلم وجاي تتعلم من كافر، ايه جاي اتعلم، ليش ليش انت شايفه كافر، ليش؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طيب الآية سواني. ما عندي مذهب، ما عندي مذهب، لسه شو مذهبك؟ ما عندي مذهب. في آية قرآنية عن الشيطان راحت من بالي، يمكن بالبقرة. خليني أفتح البقرة، أظن بال227 أو 221، بس خليني أفتح سورة البقرة. هي سورة البقرة قرأتها من قبل، بس السلام المساء. سلام ونعمة، أنت نمت وفقت ونحن لسه ندعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. مين بتذكر الآية معي يا إخوان؟ هي آية قرآنية، أية دي إنه بقى؟ أنا لسه داخل. الآية إنه الزواج لا يكون إلا ولا ت... آه آه. لا لا، مش ولا تعزموا عقدة النكاح، لا غيره، الزواج لا يكون ايه؟ إلا بموافقة ولي الأمر بالقرآن. في ناس عم تكتب 235 البقرة. هي بسورة البقرة، بس أي آية؟ في ناس كاتبة 235 اللي هي ولا جناح عليكم. لا لا لا، إنه ما الزواج ما بيصير إلا بموافقة ولي الأمر. آية قرآنية، هي بسورة البقرة، بس أي آية؟ والله ما مرت معي أبدا. طيب خليني أقرأ سورة البقرة كاملة، هي بسورة البقرة أنا متأكد، لأنه قرأها من قبل بسورة البقرة. واحدة كده. طب ايه المشكلة يعني؟ انا مش فاهمة. لا، انه هو قال، هو الاخ قال انه بيجوز، بيقبل انه اخته تتزوج بدون اذن ولي امره، وانا قلت له لا لا موت، يا ريت تتزوج. لا مو قال لك تتزوج، بيقبل انه تتفق مع بدون حدا زواج. ايوه هذا هو الزواج، الزواج هو الاتفاق ايجاب وقبول، هو لا، يقول لازم لا. يكون لازم يكون بموافقة لا ولي لا الامر. لا لا، هذا الشيء مو بس صح، ما خليني لازم يكون انا راح موجود، اعمل ميوت واقرا سورة البقرة ما شوي، لازم لان يكون بموافقة الاب. ايش قد قريت وايش قد هيك، ما بظن الشرط هو موافقة الاب، لا الشرط هو موافقة المرأة والايجاب والقبول، الزواج هو الايجاب والقبول، العرض، انا حاب اتزوجك، انا قبلت الزواج بك من كل عقل، بكل عقلي وبكل ارادتي، لست إنك مخطئ واجبك لا هذا. تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، ولا إيه؟
لا نكاح إلا بولي. هاي آية قرآنية؟ أنت لا نكاح إلا بولي، هاي هذه آية آية. قرآنية؟ لا نكاح لا ده إلا حديث، بولي، ده حديث، حديث، ده ما حديث. ولا بعترف فيه ولا لي علاقة بالحديث أنا. لا تزوج الثيبة حتى تستأمر ولا تزوج البكر حتى تستأذن. وانكحوا الأيام استاذن منكم، استاذن لا لا وانكحوا الايام منكم، بظن وانكحوا الايام منكم. لا تزوج السيب حتى تستأمر ولا تزوج البكر حتى تستأذن. قال وكيف أذنها؟ قال إن تسكت، وقال أذنها صمتها. إذا رجع الأمر إلى، إذا رجع الأمر مرة ثانية للبنت نفسها. إذا رجع الأمر للبنت، هي اللي بتقرر تتزوج ولا ما تتزوج، هي اللي بتوافق أو ما توافق. ما هو بيقول لك لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. كمان آية لا قرآنية نكاح، هي؟ أيوة. وفي آية برضه، وهي في آية برضه على ما أظن في الأحاديث، لا الأحاديث بتقول وقول النبي السيب أحق بنفسها من وليها، ولا نكاح إلا بولي. طب انا ايه المشكلة برضه؟ انا يعني تعدي النقطة دي وافتح موضوع، يعني هو كده كده يا دكتور الزواج يعني في الاسلام عادي مفتوح، يعني مش شرط ان انت تعمل عقد نكاح، مش شرط، انت ممكن تأجر واحدة من شارع الهرم عادي وتروح معاها ساعتين، مش مشكلة يعني. لو ما تعرفش عن النقطة في دي مذاهب ماشية على هذا الموضوع، فعادي يعني. في مذاهب أمم ماشية على هذا الموضوع، وهن ناس مسلمين ومذهب بقاء بحد ذاته يعني. فلا تعدوا لهن مثلا في سورة البقرة 232، شوف كده بيقول فلا تعدوا لهن. هاي يعني راح يدخل بموضوع بقى عرفي ومتعة ومسيار، وكل قوم مع وكل كله مذهب موجود، سماه مع سماه المسيار موجود والمتعة موجود ايه كل مذهب سماه وكله على كيف، موجود. وناس سمته ما المسيار هو وناس السؤال سمته متعة، ما ناس كانش كده سمته يا كريس. السؤال عرفي. كان، السؤال كان ان انا، هو قال ان اطلع مع بنت عادي واروح معاها، وقلت له ما مفهوم الزنا بالنسبه لك؟ قال لي الزنا هو ان تجامع بنت من غير موافقتها. قلت له يعني لو بنتك وافقت او اختك وافقت عادي حد ينام معاهم؟ قال لي ايوه عادي لو بموافقتها عادي. بموافقتها بشكل رسمي بينها وبينه، مش والله تعال اخدك لجوا وانا بشكل رسمي بينها طالما وبينه. هي موافقة، طالما هي موافقة مش مشكلة، هو ده كلامك. يعني مش شرط يعملوا، لا مش شرط، قال لك مش شرط. قلت لك شرط طب يا هو عم، العقد الزواج هو الايجاب والقبول بينها وبينه، ايجاب وقبول بينها لا انا وبينه. قلت لك ما مفهوم الزنا بالنسبة لك؟ هل ان واحدة تنام مع واحد من غير عقد زواج؟ قلت لي لا مش ضروري عقد الزواج، طالما هي موافقة مش ضروري. بغصب عنه، ورجعت شرحت لك انه عقد الزواج هو الايجاب والقبول بين المرأة طيب والزوج. اسال السؤال تاني، هل مفهوم الزنا بالنسبة لك هو ان واحد ينام واحدة من غير عقد زواج؟ لا، ينام عنها من غير رضاها، يعني ما فيش داعي لعقد الزواج. ينام معها من غير رضاها. عقد الزواج راح ايوه نشرح شو هو عقد الزواج. عقد الزواج من منظوري انا هو الايجاب والقبول بين مرأة ورجل. انا سؤالي للمره الثالثه، هل مفهومك للزنا ان واحد ينام مع واحده من غير عقد زواج ولا بعقد زواج بما موجود جوه داخل عقد الزواج؟ من غير عقد زواج من غير عقد زواج ده زنا؟ طبعا. لا، اشرح لي شو هو عقد الزواج. بمضمونه، باللي موجود جوه. لا، بمضمونه، مضمونه كعد كل انسان شيء تاني يختلف. ما انا قلت لك يعني هل إذا الاساس واحد نام مع واحدة من غير عقد زواج ده زنا؟ زنا نعم، ولكن شو هو زنا؟ عقد الزواج؟ ترجع لشو هو عقد المسلمين الزواج. كلهم، إلا المسلمين كلهم بإذن بيزنوا، أهلهن. المسلمين كلهم بيزنوا النساء بآية قرآنية. 25، شوف كده. شايف يا حبيبي، قلت لك أنا قارئة في القرآن. شو هي دكتور؟ والله يا ريت. تفضل.
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم، بعضكم من بعض، فانكحوهن بشو؟ بإذن أهلهن. بس شو هدول شو يعني؟ هدول؟ هدول مين دكتور؟ شوف أنت، شوف الآية شو هي، شو هاي؟ شو آه هاي شو هاي؟ ارجع للآية. بإذن أهلهن، بس هيا مين هدول؟ يعني مين؟ لازم إذا بده ينكح مو بده الكل، مو يتجوز. الكل دكتور، مو الكل، مو الكل، لا لا لا، مو كل البنات. اقرأ الآية من أول. قرأنا من الأول: ومن لم ومن لم يستطع يستطع منكم منكم طولا أن طولا أن ينكح ينكح المحصنات المحصنات المؤمنات. المؤمنات. محصنات مين هن المحصنات المؤمنات؟ لأنه هون في ومن لم يستطع. رب العالمين هون خص، إيه أو بالآية أجل إيه مين هن بيخص أشخاص. المحصنات؟ ومن مين لم هن يستطع أن ينكح المحصنات؟ المحصنات المؤمنات، مين هن المحصنات؟ هون هذا شرحنا، اللي ما بيقدر يتزوج مين المحصنات هن المؤمنات. المحصنات؟ شرحك منين أنت جبته؟ ما المحصنات أي الحرائر، تمام، المتزوجات، أنا بسألك، العفيفات، أنا سألتك الشريفات. دكتور، أنا ما قلت، أنا سألتك مين هن المحصنات. أنا سؤالي منك، هن الحرائر. تمام، الحرائر، تمام، اللي ما يقدر يتزوجون. شلون بده يتزوجون؟ شلون؟ لا، الآية وقفت فمن ما ملكت شو أيمانكم. الفرق بين المحصنة والزانية؟ تفضل قل لي. لا دكتور، أنت الآية، ما أنت هون الآية عم لأنه تقرأ، أنا الآية عم عم بقول لك بيحكي، اسمعني يا حبيبي. دكتور، الآية عم تقول لك الآية، اللي اهدى ما بس، اهدى بيقدر شوي يتزوج بس المحصنات اهدى شوي. المؤمنات، اللي ما ماشي، بيقدر اهدى معي يتزوج الآن. المحصنات المؤمنات، اهدى معي شوي بس. فما يا سام، ملكت أيمانكم. يا سام، تفضل. شو معنى محصنة؟ باللغة ولا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. شو يعني محصنة؟ يعني أمسكت عنه، يعني ما يعني غير صادفته، زانية، يعني يعني غير غير زانية، زانية. نعم، طيب أمسكت عنه، شو أمسكت عنه؟ يعني حافظت عليه، ما حدا، أحصنت فرجها قصدك، نعم، حافظت عليه، يعني الحافظة لفرجها، نعم، يعني لم تزني، يعني صح؟ أو إذا طيب بالضبط ما حدا نام شو معه هو لسه، ما الزنا؟ شو هو الزنا؟ هو النكاح بدون عقد زواج، صح؟ نعم، أحسنت. إذن هون يقصد المحصنات اللاتي أحصن فروجهن ولم يقمن علاقة جنسية خارج إطار العلاقة الزوجية، صح؟ صح، أحسنت. كمل قال: فمن ما ملكت أيمانكم. من هن ملك اليمين؟ اللي السبايا. السبايا والجواري. طيب كمل: من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم، بعضكم من بعض، فانكحوهن. لمين؟ للمحصنات. للملك، ولا ليش مو لملك ملك اليمين؟ اليمين. طيب خلينا نقرأ الآية، شوف معي مشان تستوعب. يا ريت والله. شوف معي هون، ملك اليمين عنده ولي أمر، عنده أهل. ولي الأمر ملك اليمين هو اللي مالكها. أنت إذا بدك تنكح ملك اليمين، في إلى مالك اللي هو لحظة مالكها. لحظة، أنت مالكة. أنت إذا تنكح ملك اليمين بدك إذن من أبوه، لا، معناته الكلام بإذن أهلهن، مو عن ملك اليمين، صح؟ صح، مين بيقصد؟ المحصنات، نعم، صح؟ صح، فانكحوهن بإذن أهلهن. لمين بيقصد؟ المحصنة غير الزانية الشريفة التي حفظت فرجها. إذا ايوه، بدك تنكحها بإذن أهلها. نعم، وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. شو يعني غير مسافحات؟ محصنات شو غير هو مسافحات. السفاح؟ لما رسول الله قال: أنا أتيت من نكاح ولم آتي من سفاح.
شو يعني مسافحات؟ انه تعال بتكون زوجته تعال وبتضل معه عايشة معه، تعال مش والله متعة. تعال تعال، المسافحة هي الزانية، الزنا. ها تعال على المسافحات، فوق 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 فوق، ارجع فوق. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، يعني تنكحوهن عفائف غير زواني. شو يعني مسافحة؟ زانية، صح؟ نعم. نرجع للآية. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتينا آتينا بالفاحشة بفاحشة فعليهن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. حلو، إذا هون بيتكلم على المحصنة، أنكحها بإذن أهلها كيف؟ لا 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 لا، ثواني بعقد دكتور، زواج لا 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 وبأجر. لا، شوف شو رجعنا بيعمل؟ هون، فإذا أتينا طب عمين بفاحشة بيتكلم؟ طيب فعليهن. عمين بيتكلم؟ ارجع من دكتور الأول. لا عمين دكتور، بيتكلم؟ شوف شوف شوف، ثواني دكتور، آخر تفضل. شيء حكيت فإذا أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. شلون راح يكون يعني عليهم نصف المحصنة، ما على المحصنات من يعني العذاب؟ المحصنة التي أتت بفاحشة. لا 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 لا، كيف راح يكون عليهم؟ إيه طيب تمام، انزل لتحت، طيب تعال كيف نشوف راح تكون التفسير. تعال محصنة، كيف راح تكون محصنة، وكيف راح يكون يا عليها سام، يا نصف سام، عذاب المحصنة يا إذا سام، الحكي مو على المحصنات؟ سام، نعم تعال نشوف التفسير شو قال. فإن آتينا بفاحشة فعليهن فعليهن نصف نصف ما ما على على المحصنات. إذا ما عم المحصنات يحكي على من المحصنات، العذاب. خلينا إذا ما ننزل عم يحكي على للتفسير، المحصنة، خلينا ننزل للتفسير، ما لنا علاقة ليش بالتفسير مستعجل؟ دكتور، تفسير عقلنا أنا وأنت، شو لنا لا علاقة تستعجل، بالتفسير؟ لا مين هذا تستعجل، المفسر؟ مين هذا المفسر؟ هذا ربك اللي قال لك خذ منه. لا لا لا، شو لي علاقة؟ ربي ما قال خذ منه، ربي قال خذ بعقلك. شوف أنا هون، ما لي علاقة في أنا، هذا ما شوف لي هون، علاقة في اللي كاتبه هذا، مين هو هذا؟ أنا قال مين اللي رسول كاتب؟ الله، اسمع يا حبيبي، قال بس أنا ما رسول الله: بعترف بهذا دكتور، أنت عم إذا تحكي لي على واحد زنت ما بعترف أمت فيه. أحدكم فليجلدها. كتاب الله ولا يثرب عليها، ثم إن عادت فليضربها كتاب الله ولا يثرب عليها، ثم إن عادت فليضربها كتاب الله ولا يثرب عليها، ثم إن هذا ما عادت يعرف، أنا ما الرابعة. بعترف بهذا مين هو. لا لا، الآية، نعم شوف الآية الدكتور، الآية لما أنت طيب وصلت أنت لآخر فسر لي الشيء، هي، تعال أنت فسر لي، أنا راح آخذ تفسيرك لك، وصلت اسمعني بس، لآخر اهدى. الشيء. لا لا، أنا كنت ماشي معك سام نقطة نقطة. سام سام سام، بس اهدى آه بس، اهدى بس، روق، خذ نفس. أنا لا الآن بالعكس بدي إياك أنت تفسر لي إياها. دكتور، أنا كنت ماشي فإن معك نقطة. آتينا، خليك معي، ايه أنا بدي إياك تفسر لي تفسيرك إلك. ايه فإن آتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. تفضل فسر لي إياها. هون هون، معناته الحديث صار على ما ملكت ايمانكم، اللي كان عليكم يقوم تزوجوه، اتوا شو اسمه هاي تبع زوجوهن باذن اهلهن. ملك اليمين تتزوجها بإذن أبوها، بإذن أهلها. لا مو انا اللي لكن اتزوجها، اذا واحد تاني أنت بده عم يتزوجها. بتقول، اسمع اسمع يا سام، أنت عم بتقول، مو انا اللي بدي اتزوجها، تعرف مين اللي اسمعني يا اتزوجها دكتور؟ اسمعني يا سام، تمام اسمعني، أنت قلت لي الحديث راجع على ملك اليمين، ايه صح؟ نعم، هل ملك اليمين أنت بتنكحها بإذن أهلها وبتعطيها أجرها؟ مو انا ارجع لاول الايه، ومن لم يستطع، اللي ما ايه يستطع، ولم ايه من يستطع، تمام كمل ومن لم دكتور، يستطع منكم منكم طولا طولا ان ينكح ان ينكح المحصنات المؤمنات، المحصنات المؤمنات. اللي منا اللي بشوف واحد انا ما يقدر ايه مين يتزوج هي المحصنة المحصنات، المؤمنة؟ مين هي المحصنة المؤمنة؟ المحصن المؤمن احنا قلنا هل هي ملك اليمين؟ لا ما انا ملك اليمين، طيب ولكن حلو، ولكن بعدين ايش قال؟ لما يجي واحد دكتور يا اسمح لي، لما سام يجي يا سام اهدأ. ده تمام، أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم، فمن ما ملكت أيمانكم تمام، من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم نعم بإيمانكم نعم بعضكم من بعض، نعم فانكحوهن بإذن أهلهن.
تمام. لمن بدأ الكلام؟ بمين؟ من لم يستطع زواج المحصنات. بمين بدأ الكلام؟ اللي ما بيقدر يتزوج المحصنات. شلون يتزوجون؟ اللي ما بيقدر يتزوج محصنات يروح يتزوج وحدة ملكة بيجي حدا يا سام. انت دوخت حالك يا لا سام. لا انت دوخت حالك. اهدى يا سام. فهمي انا يا رجل، يا رجل اهدى بس، بس اهدى. تمام. لما بحكي وانت بتعمل ما راح تفهم. لا دكتور بس انت قد ما راح تفهم. بس اهدى نظرك انت. طيب لحظة 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 خليني اجيب لك المسلم هو يشرح لك. لا لا ما بدي حدا يشرح لي انا. لا لا استنى 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 انا خلي المسلم يشرح لك. تفضل يا محمد. لا 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 انا ما بعرف شو عن الايه. انا ما بعرف شو عن الايه. انت ما بتعرف شو عن شو دكتور الايه؟ دكتور ليش هربت؟ لا لا لحظه يا سام. انا دكتور لحظه يا سام. ليش هربت لواحد؟ محمد انت ما بتعرف عن شو الايه؟ لا بقدر. انا مش ساكن يعني فوق. انت أنا يعني أنا انت مش هون يعني. انا ساكن في اوروبا ما بعرف كثير عربي. اوكي اهلا وسهلا فيك. خليك باوروبا لا ترجع البلاد العربيه. يعني انت يا سام هلا فك الميوت يا سام. يعني انت بتقلي انه حسب القران والسنه النكاح بيكون بدون اذن ولي امر؟ هذا اللي بتقوله؟ ها سام؟ السلام عليكم. سلام يا مروان، كيفك؟ والله بخير، شلونكم؟ الحمد لله. هل النكاح بدون اذن ولي الامر بيكون زواج ولا زنا؟ لا زنا. الاخ بيقول لا عادي بالنسبه لي. ما عم يفهم عربي واحد. المشكله ما عم يفهم عربي. شوف اخوي، هي المشكله. دكتور دكتور احكي لك اياها اني يمكن بقد ابنك او قد اخوك الصغير. انسان مو متدين الى ابعد حد، بس اصلي اصوم، انا انسان مسلم. دكتور صرت ما افهم عربي. ثواني مروان، ثواني مروان. سام تفهم عربي انت؟ دكتور بفهم عربي بس انت ليش هربت من انت الايه؟ خلينا نرجع. طيب السؤال لألك، السؤال لألك، خذ الايه وخذ القران كله بس جاوب على سؤالي. انت هربت جاوب من الايه وطلعت واحد ورجعت يا اخي. وين هربت؟ انت ما عم تفهم شو عم تقرا. انا شو عامل لك؟ ليش اهتزيت؟ بس اهدى اهدى اهدى. طلعت واحد وطلعت واحد. بلشنا بلشنا بقلة الادب، بلشنا بقلة الادب وعدم الفهم. يعني بتجي بدك تفهمه عربي وما بده يفهم. ولا وشو بيقول لك هربت؟ يعني ما ناقشت عالما الا وغلبته، وما ناقشني جاهلا الا وغلبني. عربي ما عم تفهم وعم نقطر لك هي بالقطاره، وجيت خففت عليك وبدي اسالك سؤال. السؤال هو هل اذا رجل نكح امراه بدون اذن ولي امره هذا بيكون زواج ولا زنا؟ زواج ولا زنا؟ هذا سؤال. انت حللت الزنا ليش؟ لانه ما بتفهم قرآن، ما بتفهم عربي. انت ما بتفهم عربي حللت الزنا، وانت عم بتقول اختك عادي اذا اتفقت مع واحد وراحت تنكحوا بدون ما يعقدوا عقد زواج، هذا اسمه زنا بدون موافقة ولي امر وبدون عقد نكاح اسمه الزنا. جاي انت تفسر الآية على كيفك وانت ما نك فهمان شو عم تقرأ. الكلام كله يصب على المحصنات. اذا ما شفت محصنة وما قدرت تنكح محصنة باذن ولي امرها عندك ملك اليمين تبعك. انت ما عم تفهم. انا شو بعمل لك؟ انت ضايع، انا شو بعمل؟ تعال يا نضال، تعال صف على الدور جنب مروان لنخلص من مروان. تفضل يا مروان. اي دكتور تفضل حبيبي. هذا الموضوع لو تسألني سؤال. هو سؤالنا عن التوحيد. التوحيد. انت عربي يا مروان؟ انا عربي نعم. شو معنى كلمة توحيد باللغة العربية؟
انه اني اكون مقتنع ومؤمن بانه انا هاي عندي باللغة اله العربية؟ واحد. هاي باللغة العربية؟ التوحيد باللغة العربية شنو؟ انا دا اقول لك اول ما صعدت القيس قلت لك انا انسان مو متدين. انا ما بقول لك، انا ما بقول لك التوحيد بفهمك. طيب انا ما بدي فهمك، لانه الدين ما اجى على قياس فهمك. الدين اجى، القرآن اجى باللغة العربية، صح؟ صح. حلو، باللغة العربية ما معنى كلمة توحيد؟ ما اعرف كلمة توحيد باللغة العربية، اعرفها ايمانا. طيب تعال نشوف شو يعني توحيد باللغة العربية. شوفني. توحيد بمعجم المعاني الجامع، اسم توحيد مصدر وحد، وحد مصدر، سعى إلى توحيد آراء الفرق المتناحرة إلى اتحادها إلى توحيدها. شو يعني؟ يعني أنا وحدت القبائل. شو يعني؟ يعني جمعت القبائل تحت منظومة واحدة، صح؟ تمام. وحدت الآراء، جمعت الآراء كلهم برأي واحد، صح؟ وحدت الأفكار، وحدت الأشخاص، وحدت الدول، وحدت الأماكن، فهو جمع في واحد. وهذا اللي قالوا القريشيين لمحمد، جعل الآلهة إلها واحد. فهذا اسمه شرك، هذا اسمه شرك. زين، أنا يمكن يجوز أنا عندي فهم خاطئ بالنسبة لك. طيب تقدر تعرفني شنو معنى كلمة ثلث، الثلوثية عندكم؟ شو الثلوثية؟ يعني هسه أنت حاط صليب وراك، يعني أنت مسيحي صح؟ شو يعني ثلوثية؟ أنا محاول أفهمك. إنه عندنا عندكم الروح القدس وابن الرب والرب. جميل جميل. زين تعرف شلون يعني ابن الرب؟ تعرف شو يعني ابن الرب؟ شنو يعني؟ عرفني. يعني أنت بتصورك أنت إنه الرب اتجوز وخلف ولد؟ اقنعني، أنا هذا الشيء ما فاهم. لا لا، أنت هيك متصوره، أنا محاول أفهم تصورك. لا، أنا اللي بالقرآن إنه هو عيسى بن مريم. طيب أنا لما بقول مروان ابن العراق، طيب هل يعني بالضرورة العراق اتجوزت الكويت وخلفتها؟ لا، هذا هذا هاي هذا مو تشبيه. العراق دولة وأرض، كيف راح تتزوج يعني؟ برافو عليك. والله روح في الكتاب المقدس، كيف راح يتزوج؟ طيب ليش سويت الكتاب المقدس؟ اسمع بس، أنا عم حاول أفهمك. لما بقول أنا ابن سوريا أي سوري، ابن العراق أي عراقي، صح؟ صح؟ صح. أي. ابن الله يعني الله على الأرض، كلمة الله ظاهر بجسد، صح؟ زين. وياك ابن يعني أخرى. كلمة الله هل هي الله أم شخص آخر؟ كلمة الله الله. أحسن. والمسيح هو كلمة الله. شو يعني؟ يعني هسه النبي عند المسلمين كلمة الله؟ عندك أنت المسيح بالقرآن كلمة الله. طيب شو ليش؟ يعني؟ اهدى. شو يعني؟ شو يعني؟ نحن قلنا كلمة الله شو هي؟ الله. وعندك بالقرآن المسيح كلمة الله، مين المسيح؟ ها؟ نبي الله، نبي الله. رجعت بأقوالك الآن. لا ما رجعت. نرجع من عيد. كلمة الله. نرجع من عيد. كلمة مروان. كلمة مروان. اسمعني. بعد إذنك دكتور. بعد كلمة إذنك. اسمعني. كلمة مروان. هل هي مروان ولا هي أسد؟ لا هي مروان. كلمة مروان هي مروان. صح؟ إيه. كلمة أحمد هي أحمد. صح؟ طيب باللغة العربية ابن الرب شو يعني؟ كلمة أحمد هي أحمد. صح؟ اي صح صح. كلمة الله الله. وبالقرآن المسيح كلمة الله، مين المسيح؟
يعني انت هي يعني انت هيك ماخذه من هذا الباب ومؤمن انه نحن هيك. طيب نجي على القرآن. زين زين هسه ليش ابن ما تعطيني السبيل، مجال احكي؟ ليش ما اسمعني، تعطيني بس تعطيني مجال؟ ابن السبيل هل هو ابن بيولوجي للسبيل ولا تعبير مجازي؟ تعبير مجازي طبعا. نفس الشيء في الكتاب المقدس، ابن الله تعبير مجازي. يعني هسه اذا مو تعبير مجازي انتم عندكم اله واحد بهيج حاله. طبعا لانه كتابي بيقول اسمع يا اسرائيل الرب الهنا اله واحد. زين نصيحتك، اريد نصيحه منك للمسيحيين اللي يعتبرون انه المسيح ابن الله. ما انت فهمت شو التعبير ولا ما فهمته؟ انا هسه فهمتك وانا هسه مرتاح بداخلي، مرتاح كل المسيحيين، كل المسيحيين الكنائس أخويا. الخمسه اسمعني، كل المسيحيين كلهم، كل المسيحيين يؤمنوا نفس الايمان اللي انا قلت لك عليه الان كلهم، لكن في الهراطقة مثل جماعة ورقة، مثل جماعة الراهب بحيرة، هدول عندهم إمام مختلف. يعني مثلا في أنت عندك كمسلم عندك الأحمدية. الأحمدية يؤمنون أنه النبي محمد موجود الآن. هل هدول مسلمين؟ اي مسلمين. الأحمدية يؤمنوا انه المسيح انصلب بقرآن، هدول مسلمين؟ طيب اي مسلمين. طيب شكرا على جايتك، اثبت لي انه غير مسلم. لا 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 مو ليش تروح؟ روح اسأل شيوخك وارجع لي، اسأل شيوخك وارجع لي حبيبي. لا حول ولا قوة، سواهم مسلمين للأحمدية. لا وآمن إنه المسيح انصلب. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أستاذ كفرت أبو الزلمة صالح، الله يسامحك. أبو صالح أكتب واحد، أنا تعبت ونعست على فكرة، الساعة 4 الصبح. يلا يلا بفتح هلا، خد ابو صالح بعدين بفتح. تفضل ابو صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اخ العرب. هل حضرتك مسلم موحد ان شاء الله؟ مسمحش فيك شوي. هل أنت مسلم من أهل السنة والجماعة موحد إن شاء الله؟ الحمد لله مسلم. وهل تفقه اللغة العربية إن شاء الله؟ نعم أفقه اللغة العربية. ما معنى توحيد؟ بارك الله فيك يا أخ العرب. لغة التوحيد مأخوذة من كلمة واحد. واحد 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 على وزن فعل، بس يعني لما تيجي توزن الكلمة باللغة العربية. لحظة خدني بحنان، توحيد ما معنى كلمة توحيد لغويا؟ توحيد الربوبية بأن الله لا معبود لا شريك يا له يا أخي. ولا أنا معبود شخصني بابن تيمية الآن. ابن تيمية اجا بعد 800 سنة، يعني محمد ما كان بيعرف التوحيد؟ الصحابة ما كانوا بيعرفوا التوحيد؟ التابعين ما بيعرفوا التوحيد؟ تابعين تابعين ما بيعرفوا التوحيد ل 800 سنة؟ المسلمين الأوائل ما بيعرفوا معنى